كيتاي أترانوس. لما بتسقط هي القلاع مين رح يحمي بورصة منا يا سيد عثمان؟ المعرفة بتستحق المديح. نحن كنا ناطرين ردة فعل المشاهدين بخصوص الموسم الجديد، واللي لقى إعجاب كبير وحقق مشاهدات أكتر ما كنا نتوقع، وهالشي بالحقيقة كتير فرحنا، لأنه المشاهد كان عم بينتظر من زمن طويل كيف رح تكون عملية تأسيس الدولة، ومين أورهان ومين علاء الدين. هاي الأسئلة المتكررة، مين هن المنافسين الجدد وكيف رح يكون عالمنا الجديد. نوعا ما هذا المقطع كان مقطع بغذي أفكار ومشاعر المشاهد وجاوب على أسئلته. السلطان مسعود حطوا له السم، ما عاد في مفر. أبي بلش الصراع الفوضوي هلأ لانتخاب سلطان الأتراك. هاي السنة رح يواجه عثمان مختلف كليا بكل الموسم، ولليوم هاد رح يشاهدوا قصة جديدة وجو مختلف وعالم مختلف تماما عن كل شيء كانوا يشوفوه من قبل. لحتى نأسس هذا الجو هاي السنة بذلنا جهد كتير كبير من اللحظة الأولى، ورح نتابع بنفس الجهد للنهاية. رح ننهي ب 15 حزيران تقريبا، وب 15 آب أو 20 أو 25 رح نرجع أكيد نتابع تصوير المسلسل، وبهالشهرين ونص رح نشتغل ليل نهار لحتى نرجع للشاشة. بعطلة قصيرة حسنا نحضر كتير منيح للموسم الجديد. مثل ما منعرف السنة الماضية كان في زلزال وكنا كتير زعلانين بسبب اللي صار، بس هاي السنة نوعدكم نقدم عثمان جديد، هذا وعد منا. إيه يا بورصة، يا أما أنت يا أما أنا. أنا ابن السيد عثمان، السيد أورهان. بصراحة هاي حكاية عثمان الكلاسيكية، كل سنة مندخل حوالي 20 ممثل لحكايتنا، الأعداء والأصدقاء كمان، لأنه بالحقيقة هي السنة مختلفة كتير عن السنين يلي قبلها. هالسنة في أسماء مميزة، أورهان، علاء الدين، يونس إمري، جيرميان ويعقوب أبنائهم، الطرف البيزنطي. رح يشوف الجمهور لأول مرة شخصيات أثارت فضولهم وحبوها كتير لهي الشخصيات. رح نشوف عثمان جديد إن شاء الله. نحن دائماً منفرح بنصر صغارنا. إلا كان مدام كتير بتفرحوا فنحن بدورنا رح نفرحكم أكتر. حياتي وهدفي، أنا السيد علاء الدين ابن السيد عثمان، جيت لحتى أشوف حضرة السلطان. أنا تعبت كتير من أجل قراءة التاريخ، تاريخ كل شيء بالنسبة لي. أنا شخص بيقرأ كتير وخاصة كتب التاريخ القديم. كل شخص عنده هواية بهالحياة وهدف من الوجود ومجال بيكون فيه كتير سعيد. أنا سعيد بهذا المجال ورح تابع فيه لحد النهاية. هذا علي دمغة الكاي، رح يكون سلطان الأتراك أحد أمراء الأناضول. مين بده يجي للمقدمة؟ أنا اللي رح أطلب دخول المقدمة. صراحة بس فتحنا منصتنا للمشاهد شفنا اهتمام بشكل كتير كبير، نعرض مسلسل عثمان بحوالي 105 دول. طبعا هذا الشيء بيسعدك انه العمل اللي اشتغلت عليه لقى اهتمام كتير كبير، وخصوصي انه العمل بيتعلق بحضارتنا، وكل هذا الحب بيجعلني سعيد اكتر، لانه الرسالة اللي بدي وصلها لقيت قبول عند الناس وحققت احلامي نوعا ما. المرة الماضية اجاني واحد من جنوب افريقيا وشاركنا المقابلة معه على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، وقال لي وقتها أنه غيرت وجهة نظري عن الأتراك والمجتمع الإسلامي. وبعد ما فتحنا المنصة عرف فأجى لهون ليزور هالمكان هاد. بعتقد هالعمل هاد بيستحق العالمية، هيك رأيي. دعاك عثمان بيك سيد قبيلة الكاي المجيدة لتكون أحد المحاربين بقيادته. أنتوا جاهزين للحرب؟ جاهزين. كل الأسياد رح يبوسوا إيدك لما بحين الوقت. الشهرة كارثة، والله كارثة. وهلأ بلش العصر الجديد، رح يكون صعب بس الأكيد رح يكون لنا. التاريخ العثماني يعتبر من أهم النقاط في التاريخ الإسلامي، وبطبيعة الحال على الرغم من أنه كنا بأوضاع مختلفة على مدى القرون الماضية أيام أرطغرل وفترة عثمان كمان،
فترة زمنية مهمة بالتاريخ الإسلامي ككل. لهالسبب لما منشوف اهتمام إخواننا العرب نشعر بسعادة وفرح كبير وقتها، لأنه عم نشوف قصة تحديهم للعالم من خلال عثمان وهي الشخصيات المحببة. كيتاي أترانوس، لما بتسقط هي القلاع مين رح يحمي بورصة منا يا سيد عثمان؟ إيه يا بورصة، يا أما أنتي يا أما أنا. أنا ابن السيد عثمان، السيد أورهان. اليوم إجا لأرضك جندي بلاراية ابن عثمان أورهان. السيد علاء الدين ابن السيد عثمان جاي ليلتقي بحضرة السلطان. نحن دائماً منفرح بنصر صغارنا. إلا كان مدام كتير بتفرحوا فنحن بدورنا رح نفرحكم أكتر. دستور السيد عثمان.